مسلسل الانتهاكات لا ينتهي في منطقة عفرين المحتلة شمال غربي سوريا، إذ أفادت مصادر محلية أن الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي أقدمت على اختطاف 5 مدنيين من ريف المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. المصادر أوضحت أن عناصر مما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال اختطفوا مدنيين 2 من أهالي قرية معملة التابعة لناحية معبطل في ريف عفرين المحتلة، وطلبوا ذويهما بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، كما اختطفوا 2 من أهالي قرية نسرية التابعة لناحية جندارس بريف المدينة. يأتي هذا فيما قالت مصادر أخرى من مركز مدينة عفرين إن الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي اختطفوا مدنياً من المدينة واقتادوه إلى جهة مجهولة. وفي سياق الحديث عن الانتهاكات في عفرين، عمدت عناصر من الفصائل الإرهابية إلى قطع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة في ناحية جندارس بريف المدينة، كما قطع عناصر من فصيل السلطان مراد الإرهابي نحو 75 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لشخص من أهالي قرية قورت قلاق التابعة لناحية شران بريف عفرين. ويتعرض من تبقى من سكان عفرين الأصليين بشكل يومي لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، بهدف تضييق الخناق عليهم ودفعهم لهجرة أرضهم قسراً في إطار السياسات المتبعة لتغيير ديموغرافية المنطقة.